السيد السوداني احنا بالعلن نقولها انه اختياره كان باصرار من سماحه الامين العام لان يكون رئيس وزراء، اعتقادنا انه هذه الشخصيه قادره على احتواء المشهد وشخصيه فاعله، شخصيه وطنيه تستطيع ان تعمل توازن بين كل القوى السياسيه، قريب من كل القوى السياسيه، ما عنده مشاكل، بالتالي راح يكون عمله بسهوله، واحنا جايين نحقق نجاحات على مستوى الحكومه المركزيه واضحه، اذا على المستوى الخدمي، المستوى الاقتصادي والمستوى الامني. هذا النجاح حقيقه ممكن بعض الاطراف تدفع هاي الشخصيات من اجل تشويه الصوره حتى يبينون انه العصائب شنو تبتز رئيس الوزراء. مثلا احنا نقول اذا العصائب اليوم حققت او اخذت مكاسب على مستوى المناصب الموجودين، وكلاء، مدراء عامين، مدير مكتب، مدير مكتب كذا، هاي الامور ممكن تقول يابا جاي يضغطون وجاي ياخذون، انتم تعالوا شوفوا، سوي لكم سيرج على كل المناصب اللي موجوده والدرجات الخاصه وشوفوا شنو العصائب اللي محققه على مستوى الشخص. يقولون تبتزون الحكومه ولا تاخذون المناصب، حديثهم وين المناصب؟ طول شخص تابع للعصائب اليوم استلم مثلا وكيل، رئيس هيئه، مدير مكتب، مدير مكتب، مدير مكتب عصائب. من هو؟ ما اعرفه. إذا ما تعرفون شلون حتى لو عرفاني ما أجيب أسامي. لا ذكرونا الاسم حتى نقول لكم يا بابا تابع لو متابع. فهذا الواقع طيني لي أنا سيد الاستهداف اللي صاير للحركة، أنا أعتقد جزء منه كبير استهداف سياسي بسبب النجاح والخوف من النجاح. للأسف العملية السياسية عودتنا أنه في من عام 2003 لليوم أي حزب سياسي ممكن أن يكون له رؤية لبناء دولة، رؤية لبناء مؤسسات دولة، تقوية القضاء، تقوية الحكومة، يستهدف. وبالتالي يعني هذه حكومة السوداني لو هذه حكومة الإطار، يعني احنا ما ننكر انه السيد السوداني هو مرشح الإطار، وما ننكر انه الإطار اليوم هو يعني اللي يقود العملية السياسية في البلد خلال هذه المرحلة، والإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي هو مجموعة من الأحزاب والكتل التي يعني حكومة اتفقت على عنوان عام بأن تدير المشهد السياسي خلال هذه الفترة، والنجاح إذا تحقق على يد رئيس الوزراء سينعكس على الإطار التنسيقي ويحسب لرئيس الهرم في الحكومة وهو السيد محمد الشاع السوداني. بالتالي أكيدا لابد أن تكون هنالك كتلة داعمة لرئيس الوزراء. ما يقدر، احنا شفنا رؤساء الوزراء السابقين بسبب المعارضة اللي موجودة في البرلمان وكتلة قوية ما قدرت أنه تحافظ على رؤساء الوزراء السابقين، كلهم نتحدث عنهم، ما قدروا يحققون اللي كانوا يطمحون إليه. اليوم السيد رئيس الوزراء الحالي الإطار التنسيقي بكل قوة، بس مو كل الإطار داعمة. نعم، كل القوة علناً، إحنا إذا نحكي عن العلن ماكو العلن كتلة. والإعلام شيء، وبالحقيقة وبالواقع وخلف الكواليس شيء. المهم أنه أكو هدف للإطار التنسيقي هو نجاح الحكومة اللي بثقت من هل الإطار. كل أطراف الإطار تريد نجاح هذه الحكومة؟ لأنه حديثهم حتى بالإعلام البعض منهم لا يتحدثون بالضد من السوداني وحكومته. لا ممكن في بعض الأحيان ممكن أكو انتقاد. تعرفين أنا قلت الإطار التنسيقي هو مجموعة من الأحزاب، الكل يريد نجاح الحكومة، لأن هذا النجاح سيحسب للإطار التنسيقي، ما يحسب لطرف ولا يحسب لرئيس الوزراء فقط.